السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالخط نتاع السكك الحديديه اللي يربط مدينه تيسمشيت بمدينه برج باريلايش مرورا بمدينه بوكزور والمسيله على امتداد حوالي 400 كيلومتر. وهذا الخط اللي تم الانطلاق نتاعو الفعلي في 2022 نعرفكم به وكذلك بالمحطات الكثيرة اللي تتخلل هذا الخط. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول الخط سكك الحديدية الجديد اللي هو جزء من الطريق يعني نتاع لاروكاد اللي هو بلاطو خط نتاع اللي يتعلق من سعيدة إلى حدود مدينة تبسة على امتداد حوالي 1200 كيلومتر. إذا خط متوازي مع الخط نتاع السكك الحديدية الشمالي. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الجزء ما بين تيسمشيت وبرج بوعريريج. إذا والسلام عليكم.